يشهد العالم تطورات تتسارع وتيرتها في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات. تعطيل المدارس والجامعات. وفي خضم تلك الأحداث أغلقت المدارس والجامعات في أكثر من 180 بلدا في خطوة احترازية لمنع انتشار الفيروس بين مقاعد الطلاب، الأمر الذي أثر على الرحلة التعليمية لأكثر من 1.5 مليار من الطلاب حول العالم. ولكن هل يعني انقطاع الدراسة انقطاع التعلم؟ وهل ينحصر العلم في المسافة بين مقعد طالب وسبورة أستاذ؟ وما الذي تعنيه هذه الأزمة لنظامنا التعليمي والاقتصادي؟ It's really important for the student academic careers to continue. زرنا الدكتور محمد الهندي رئيس تكنولوجيا المعلومات في جامعة حمد بن خليفة لمعرفة المزيد حول تبعات تعليق الدراسة. Take an example of a student. This is your last semester. If we stop school today, we are delaying that student graduation. Now let's calculate just the impact for that student. That student could actually have a job waiting for them the day after graduation. And that job require them to join right away after their degree awarded. So now the organization that you will be working for, there is a loss of productivity for them. Now let's take that one from one student to 5,000 students. All of a sudden, you're pulling 5,000 out of the job market. You are reducing your workforce, and that's what keeps the economy wheel moving round and round. لطالما طرحت التكنولوجيا حلولاً للعديد من المشكلات التي واجهت البشرية، فهل يكمن الحل لتعليق الدراسة بين صفحات العالم الافتراضي وما يجود به من موارد وأدوات؟ Virtual learning, some people call it online. There is a few models. There is synchronous and asynchronous online. في نموذج التعليم المتزامن يتفاعل الطلاب وأساتذتهم في نفس الوقت من خلال مكالمات الفيديو والحلقات الدراسية الإلكترونية وغيرها. يتميز هذا النموذج بتسهيل التواصل اللحظي لتعزيز الحوارات ومناقشة الأفكار، بينما في نموذج التعليم غير المتزامن يستطيع الطلاب ومعلموهم التفاعل في أوقات مختلفة عبر المحاضرات المسجلة والملفات الصوتية وغيرها. يتيح هذا النموذج مرونة للطالب في تحديد وقته ومدة دراسته. إذن كيف نقرر النظام المناسب؟ You adapt the technology for your need. So technology is a big framework and you bring it down and you customize to what you want it to do. At the end of the day, in my point of view, the major challenge that you will face you as you deploy technology is how much you invest in your people in terms of training, education, and practicing. ننتقل الآن إلى مدرسة طارق بن زياد لنرى كيف تعامل الإداريون والمعلمون مع هذه الانتقالة. مهم جداً طلابنا يتعلموا أن مع وجود هذه الأزمات أن ليست نهاية العالم. إحنا في القرن 21 يجب أن نعلم أولادنا مهارات القرن 21. القرن 21 مليء بالأدوات التكنولوجية التي يجب أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا بشكل أصيل في المنهج. فهذه من أهم الأشياء اللي إحنا نؤكد عليها في مؤسسة قطر وفي مدرسة طارق بن زياد، أن التعلم لا حدود له. ولكن هل تأتي تلك الانتقالة بلا تحديات؟ وما أبرز الحلول التي قدمها المعلمون ليوفروا لطلابهم تجربة متكاملة الأركان تأخذ في الاعتبار الإمكانات التي يطرحها الفصل الدراسي الاعتيادي وتقدم في الوقت نفسه تجربة شائقة تجذب انتباههم وتحفزهم للتعلم؟ اسمي مهند بركات، مدرس في مرحلة التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد. كنا في الأسبوع الماضي ندرس في الفصل بشكل طبيعي، سمعنا ثم بعد ذلك أخبارا أن المدرسة سوف تتوقف عن استقبال الطلاب وسوف يكون التعليم عن بعد. مباشرة قمنا بإعداد خطة يومية وأرشدنا الطلاب إلى استخدام موقع جديد حتى يستطيعون إدخال أعمالهم اليومية والأنشطة. التحدي الكبير الذي كان يواجهني كمعلم، كيف سأرى وجه وتعابير الطالب؟ كيف سأرى حب الطالب للعمل أو غضبه من العمل؟ سعود، شكرا لك على الرسم وكتابة الكلمات باللغة الإنجليزية. أيضا أريد منك أن تحاول مع كتابة كل كلمة باللغة الإنجليزية أن تكتب كلمات باللغة العربية أو حتى الحرف الأول من كل كلمة حتى تقارن اللغة العربية باللغة الإنجليزية. شكرا سعود. تعديت هذه المشكلة عندما قام الطلاب بإرسال أعمالهم
قمنا بإرسال إجاباتنا لهم. الشكر والثناء أحسنت، عمل رائع، أذهلتني، أريد منك عملا أفضل. هو يسمع صوتي ويشعر بالفرحة أن الأستاذ نعم يراني وأراه، إذن هذا موضوع جدي يجب أن أكمله لأني أحب هذا المعلم والمعلم يحبني. من الآيات الأربع مع ذلك يبقى التحدي صعبا، خاصة مع الطلاب الصغار الذين يحتاجون رعاية مكثفة. فكيف يمكن للمعلم أن يكون على وعي تام بالتزام طلابه وتحسن أدائهم؟ كل هذه التحديات والأسئلة كانت تجول في خواطرنا، ولذلك كان لابد من التواصل مع الأهل حتى يساعدونا ويعينونا على تجاوز هذه الفترة إلى أن يصبح الموضوع طبيعيا. فاطمة هي بمدرسة طارق بن زياد، هي في الصف الأول. من قبل ما يكون تعليم عن بعد كان في واجبات قصص يبعثونها للمدرسات كهوم وورك، فمجرد ما انتقلنا لأن احنا نتعلم عن بعد زادت الواجبات، صار لازم تثبت وجودها على الموقع انه هي اللي قاعدة تحل، لازم صوتها يطلع انه مثلا هذا واجبي انا قاعدة اثبت للأبلة ان انا قاعدة احل هاي الواجب. يمكن واجهت صعوبة بسيطة في البداية، لكن مع الوقت كل يوم يمر احس ان الموضوع صار بالعكس اسهل من قبل. بنتي فاطمة أكيد تحتاج خاصة هذه الفترة حد يرجع يراجع لها يعلمها، يعني لازم ولي الأمر يكون مستعد أنه هو يواصل العملية التعليمية مع أبنائه بأي طريقة كانت. السلام عليكم طلاب تمهيدي، نحن الآن نعمل في المدرسة وأنتم سوف تعملون في البيت. مع كل أزمة تلح بارقة أمل ودافع جديد يخلق بيئة تنمو فيها الأفكار وتتسابق في سعي مستمر وجهد بناء لنواصل مسيرة الابتكار ونواجه من اليوم تحديات الغد.